أحمد زكي كلاوي. رديت حبه ليك لما دفنت بإيدك هيثم ابنه الله يرحمه ونزلت بيه التربة؟ أنا دفنت عم أحمد كمان، ودفنت ممدوح وافي في نفس المدفن. يعني أنا نزلت المدفن ده 3 مرات. وعايز أقول لك أنا هيثم حبيبي الله يرحمه من الحاجات اللي أثرت فيها، لأن أنا هيثم أنا وهو نزلنا المكان ده 2 مرات، مرة عشان ندفن أبوه ومرة عشان أنا أدفنه. وأنا كنت بالنسبة لهيثم حاجة كبيرة، يعني هيثم كان يحبني جدا يعني، ويجي لي أي وقت لو عنده مشكلة ولا آخر. بس هو مش رد جميل قدر ما هو أنا شفت دراما بجد في حياة هيثم الله يرحمه، بأبوه الله يرحمه، بهالة فؤادة أمه الله يرحمها. يعني هذا الولد عاش ليموت. تقصد إيه؟ ابن موت. آه ابن موت.